سيدي رئيس المجلس أعد أتبع كم مطرة زبلائي من الموالاة والمعارضة جمهورك نسلم عليكم تحية وطيب الله وأطبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المتحدث الثاني في فريق الموالاة وأتيت إلى هنا للموالاة والتأكيد والتشديد على موالاتنا لأطروحة البرلمان القائلة العرق والدين يعتبران شرطا للقائد الدولة. وأتينا اليوم بإثبات رأينا وذلك بفرض الحجة المبنية على التأكيد والتعليل والتدليل ودفع الشهوة من الرأي والقول الفاسد وذلك باستراتيجية التقنين ثم بناء الحجة القاطعة المقنعة الدامغة فمنطلقين من مبدأنا الأساسي ألا وهو الإثبات بأن العرق والدين يعتبران شرطا لقائد الدولة أيها الحضور الكرام ومثبتين ذلك من خلال ترسالة من الحجج المتنوعة والمترابطة منطقيا ومنهجيا فأول ما تطرق إليه زميلي وهو المحور المبدئي متعلق بالارتباط وأنا سأواصل بقية المحاور عما تتعلق بهذه القضية ولكن قبل ذلك أجد نفسي مرتبطا على رد بعض الإدعاءات فريق المعارضة حيث أنها تحججت في محورها الواقعي حيث أنها قالت بأن كل بلدة عدة من الدين على حدود الجرام بأن الدولة الإنجليزية يوجد فيها كثير من الدين على حدود الجرام. نعم نحن معكم في هذه النقطة على حدود الجرام ولكن حقيقة نحن لا نتكلم اليوم عن اختيار الدين المعين أيها الحضور الكرام بل نأتي إلى هنا إلى هذه الجلسة البرلمانية لنتكلم هل العرق والدين يعتبران شرطا أم لا أيها الحضور الكرام ولنتكلم عن اختيار الدين المعين أيها الكرام بمعنى حقيقة أن حجج المعارضة مباشرة مرفوضة أيها الحضور الكرام بمعنى حقيقة هذه المعارضة لم تستعد لمقابلة هذه المناظرة ثم ننتقل إلى حجج الحكومة تمحورت حججنا إلى أربعة محاور المحور المبدئي متعلق بالارتباط والمحور المبدئي متعلق بالإيديولوجية والمحور التاريخي والمحور الاجتماعي سأواصل باقي المحاور فأولا في محورنا التاريخي ومنطوقها وجود قائد غاشم لا هوية نحن نعلم جميعا أهسالة بأن القائد لابد عليه أن يكون حكيما عادلا للمجتمع ومرغبين بأدب مجتمعيها أيها الحضور الكرام وإذا كان القائد غاشما اضطرارا شديدا فليس هذا القائد الذي أردنا أيها الحضور الكرام وأنظروا إلى أدولف هتلر وكذلك بنيتو موسوليني وكذلك تامرلين الذين قتلوا ملايين الناس أيها الحضور الكرام هل لديهم الدين والعرق أيها الحضور الكرام فالإجابة يعني لا أيها الحضور الكرام تفضل بالجلوس أولا ثم محورنا المبدئي المتعلق بالإيديولوجيا ومنطوقها مطابق بالمبادئ الخمسة نحن نعلم جميع رسالة بأن دولتنا دولة إندونيسية حيث أن الإيديولوجيا دولة إندونيسية هي المبادئ الخمسة أو بمناسبة البرلمان بانشاسرة حيث ونحن نعلم جميع رسالة بأن الإلهية تكون إيديولوجيا دولة إندونيسية أيها الحضور الكرام وذلك نظرا إلى المبدأ الأول ألا وهو الاعتقاد بالإلهية والإلهية فرع من الدين أيها الحضور الكرام أليس هذا دليلا قاطعا على صحة موقفنا بأن العرق والدين يعتبر شرطا لقائد الدولة أيها الحضور الكرام فطبعا نعم أيها الحضور الكرام ثم حجتنا تحت المحور الاجتماعي ومنظورها قدرة القائد على الاحتراف بالأحوال الشخصية نحن نعلم جميع السادة كما شرح عزيزي من فريق المعارضة بأن دولة إندونيسيا دولة التي تهتم كثيرا بالأحوال الدينية لماذا؟ لأن أغلب مجتمعها متمسكون بالعرق وكذلك الدين الحضور الكرام هناك دين الإسلام وكذلك المسيحية وكذلك الهند وما أشبه ذلك تفضل الثاني ما علاقة المبادئ الخمسة التي ذكرتها باختيار باختيار قائد الدولة مع القول بالفصل السادس لقد مذكور شكرا على التصحيح أيها الحضور الكرام نحن نعلم جميعا بأن المبدأ الأول من مبادئ الخمسة ألا وهي الاعتقاد بالإلهية الواحدة أيها الحضور الكرام مع أن حقيقة هذه الإلهية تدل على أن هناك العلاقة العلاقة القوية الوطيدة بين الإلهية وكذلك الدين أيها الحضور الكرام أليس الإلهية نوع من الدين أليس الإلهية فرع من الدين أيها الحضور الكرام فطبعا الإجابة بلى أيها الحضور الكرام لذلك حقيقة نقول بصراحة بأن العرق والدين يعتبران شرطا لقائد الدولة أيها الحضور الكرام
الحضر الكرام. وإذا لا يوجد في نفس القائد أي دين أو عرق معين أيها الحضر الكرام، فكيف يستطيع القائد أن يفهم الأحوال الشخصية في دولة إندونيسيا يا حضر الكرام؟ معنا حقيقة كثير من مجتمع إندونيسيا متمسكون بالعرق والدين. لذلك يا حضر الكرام، بناء على هذا نطالب البرلمان أن تقبلوا هذا المشروع رفضا باتا لا رجعة فيها. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.